معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول سيد العقيد الركن حاتم الفلاحي الخبير الأمني والعسكري. مرحبا بكم سيد العقيد. بداية إذا لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ذكرت أنها تدرس تسليم ملف الأمن في بغداد لوزارة الداخلية، هل من المتوقع أن يكون الأمن مستتبا بهذه الخطوة وشبيهاتها؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. حياك الله. أنا أعتقد بأنه تشكيل عمليات بغداد كان في عام 2007، استمرت هذه العمليات بالعمل بمقترح أمريكي، وتم دمج وزارة الدفاع والداخلية لكي تكون ضمن عمليات بغداد التي تم تشكيل هذه القيادة لهذا الغرض، لكي تدمج ما بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. في عام 2016 رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بأن تكون عمليات بغداد تحت قيادة العمليات المشتركة، وبذلك حولت مسألة عمليات بغداد أو أمن العاصمة إلى جهة أخرى اللي هي قيادة العمليات المشتركة التي تدير ما يقارب جميع العمليات التي تجري في العراق. اليوم نسمع من لجنة الأمن والدفاع بأنه سيتم إلغاء عمليات بغداد وإرجاع الأمور إلى وزارة الداخلية. أنا أعتقد أن هناك حقيقة إشكال في هذه التصريحات التي تصدر، يعني لأنه يجب أن يكون بداية إلغاء ارتباط عمليات بغداد بقيادة العمليات المشتركة، ثم بعد ذلك يجري فصل الجيش أو وزارة الدفاع عن وزارة الداخلية، وإرجاع مسألة العمل ضمن قيادات تشكيلات وزارة الداخلية إلى الوزارة نفسها. أنا أعتقد بأن هذه القضية تحتاج إلى وقت، وأعتقد بأن البرلمان الآن غير مؤهل لكي يبت بقضية تخص الأمن، خصوصا مع انتهاء دورة البرلمان العراقي وهم مقبلين على انتخابات. فلذلك أعتقد أن هذه القضية ستأخذ وقت، ويمكن أن تكون على الدورة البرلمانية القادمة. أما في مسألة الأمن، فأنا أعتقد بأنه الأمور في العراق واضحة جدا، يعني بأنه عملية الدمج وإرجاعها إلى وزارة الداخلية قد تعطي مؤشرات على أن الحشد ينوي أن يستلم هذا الملف المهم سواء كان في بغداد أو في بقية المحافظات، لأنه الآن تعالت كثير من الأصوات التي تنادي بأنه الحشد يسيطر على مناطق كاملة في المنطقة الغربية وفي مناطق أخرى، وهذا ما يعيق العملية الانتخابية في الفترة المقبلة. لذلك أنا أعتقد أن هذا الأمر له ما وراءه، وهو أنه ميليشيات الحشد الشعبي قد تكون لها السطوة الكبيرة في الفترة المقبلة. نعم. بالعمل من خلال أجهزة وزارة الداخلية للسيطرة على الملف الأمني في الداخل. ما يهم المواطن يعني في ظل الفساد الحكومي الكبير الذي يشهده العراق في كافة الوزارات، ما الفرق أن يكون الملف بيد وزارة الداخلية أو حتى بقية الأجهزة الأمنية الأخرى؟ نعم، أنا أعتقد هنا يصبح تداخل كبير جدا يعيق عمل عمليات الأجهزة سواء كانت وزارة الدفاع والداخلية. وزارة الدفاع تعني بالتعديدات الخارجية، ويمكن أن تستخدم في حالات الطوارئ لفرض الأمن في مناطق محددة، أما وزارة الداخلية من الطبيعي هي التي يجب أن تستلم الملفات. ولكن لسوء الوضع الأمني في عام 2007 وفشل الوزارات في عملية السيطرة على الملف الأمني في العراق، كان هناك هذا المقترح الأمريكي بدمج هذه المؤسسات الدفاع والداخلية لكي تعمل كفريق واحد لغرض السيطرة على الفشل الأمني في تلك الفترة. فلذلك مسألة إعادتها الآن، أنا أعتقد بأنه لا وزارة الدفاع وزارة الداخلية مهيئة لأن تستلم هذا الملف، ولا وزارة الدفاع الآن أنا أعتقد بأنها قادرة على أن تستلم الملف الخارجي بالنسبة للحدود لضعف الإمكانيات وعدم تواجد قوات قادرة على مسلك هذه الملفات المهمة، خصوصا قيادات قوات الحدود وما إلى ذلك من أمور. فأنا أعتقد الملف الأمني لن يكون فيه شيء جديد، يعني وإنما قد يسوء أكثر في الفترة المقبلة نتيجة تصفية الخلافات السياسية لكثير من السياسيين عن طريق الملف الأمني. يعني مشكلة الأمن تحديدا أين تكمن باختصار؟ هل هي مشكلة مهنية فنية تنتهي بمناقلتها من مؤسسة إلى أخرى أم ماذا؟ مشكلة الأمن هي عندما وضعوا قانون المحاصصة، أنا أعتقد بأن هذه هي مشكلة رئيسية في بناء الأجهزة الأمنية. يضاف إلى هذا بأنه دمج الميليشيات في الفترة السابقة
أعطى هذه الأجهزة صفة ميليشياوية بحيث لا تستطيع أن تستخدم فيها كفاءات قادرة على أن تعمل بصورة صحيحة، وبالتالي نحن نتكلم عن ملفات يمكن أن تكون يعني عندما طلب من أحد الفرق في 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 البصرة بتنفيذ عمليات عسكرية رفضت هذه الفرقة وتم أخذ الأسلحة وأخذ السيارات وتم تبديل هذه الفرقة. إذن نحن نتكلم عن ولاء يعود إلى شخصيات وإلى أحزاب ولا يعود الولاء إلى البلد، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة جدا في بناء هذه الأجهزة. والدليل على هذا بأن هذه المشكلة رافقت العراق منذ عام 2003 إلى اليوم. شكرا جزيلا كاتفيا من اسطنبول عقيد ركن حاتم الفلاحي الخبير الأمني والعسكري.